ولنقاش المطالب الأممية الأخيرة حول تعديل بعض القوانين في العراق لكي تتماشى مع المواثيق والمعايير الدولية. تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا بك دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم وحي مشاهديكم الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة، أبدأ معك من مناشدة الأمم المتحدة للحكومة في العراق بإلغاء عقوبة الإعدام. كيف تفسر هذه المناشدة في هذا الوقت بالذات، بينما وفق هذا القانون أعدم مئات الآلاف والأمم المتحدة كانت شاهدة عليهم وعلى إعدامهم؟ نعم، يعني في الحقيقة يعني دعوة الأمم المتحدة الأخيرة لإجراء التعديلات الخاصة بعقوبة الإعدام إضافة إلى القوانين العنف الأسري هي ليست طبعا الأولى ولن تكون الأخيرة، خاصة وأن العراق يعاني من ضعف كثير في القوانين إضافة إلى إجراءات التي يعني القانونية المتبعة في العراق، إضافة إلى يعني تطبيقها في العراق، كلها تعاني من ضعف ونقص كبير، إضافة إلى عدم يعني تطبيقها بصورة يعني تتماشى مع المعايير الدولية كما ظهر في البيان الأخير. كما أن عقوبة الإعدام أصبحت في الفترة الأخيرة يعني تستخدم ك يعني الطريقة للانتقام من بعض المكونات من الشعب العراقي. مطاطية هذه القوانين أيضا التي يستطيعون يعني التلاعب بها واستخدامها ضد من يشاءون، وكما يعني شهدنا في الفترة الأخيرة من إصدار عقوبة الإعدام بحق المتظاهرين، وذلك فقط لأنهم يعني يتظاهرون ضد الأوضاع الحالية في العراق، مما يدل على أن هذه القوانين الحالية في العراق لابد بحاجة إلى يعني إجراء تعديلات كبيرة وتتماشى مع المعايير الدولية. ما مدى جدية الأمم المتحدة في هذا الطرح للحفاظ على حياة الأبرياء أو حتى المتهمين من خلال إصدار مثل هذه العقوبات المتعلقة بأحكام الإعدام، خاصة لو تحدثنا عن أو اتخذنا من البعثة الأممية في العراق نموذجا لهذه الجدية والحرص على مبادئ حقوق الإنسان دكتورة؟ نعم، يعني يعني الأمم المتحدة يعني يعني تريدها الكثير من التقارير التي تؤكد يعني أن ما يحدث في العراق في الحقيقة يعني لا يتماشى مع يعني ما تطالب به الأمم المتحدة ومع الحقوق الإنسان. يعني الكثير من التقارير الحقوقية والمراكز والمنظمات الدولية والمراكز الحقوقية تؤكد على أن ما يجري في العراق هو ليس عادل، بالعكس من ذلك يعني هناك ظلم كبير يقع على الشعب العراقي من ناحية الإجراءات القانونية وتطبيق القوانين في العراق، مما يعني يؤدي إلى أن هناك ضرورة ملحة من أجل تغيير هذه القوانين وإضافة إلى ذلك تعديلها، خاصة وأن هناك يعني الكثير من الأبرياء الذين يذهبون ضحية هذه القوانين ويتم حتى إعدامهم بعد أن يتم يعني انتزاع اعترافات من يتم الاشتباه بهم، خاصة في موضوع قانون مكافحة الإرهاب. إضافة إلى ذلك فإن هناك الكثير من القوانين التي تنتظر أن يتم تشريعها وسنها ولم يتم الحقيقة لحد الآن البت فيها، مما يؤدي إلى تفاقم العديد من المشكلات في العراق وخاصة فيما يتعلق بالعنف الأسري، إضافة إلى أن هناك يعني بعض القوانين التي أصلا تم تشريعها ولكن يعني تؤدي إلى أن إفلات الكثير من المجرمين من العقاب. دكتورة، هل تتوقعين استجابة الحكومة في العراق لمثل هذه المناشدات سواء من الأمم المتحدة أو من المجتمع الدولي ككل؟
لا نتوقع أن يتم أن يكون العراق أن يقوم العراق بالاستجابة لهذه القوانين، وخاصة أن هناك عدم استقرار سياسي في العراق الذي أدى إلى أن يتم تعطيل تشريع الكثير من القوانين، ونحن نشاهد يوميا المعارك التي تجري من أجل البت في من يكون يعني رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، والتأخير والتعطيل المتعمد لمثل هذه الأمور، والذي يؤدي إلى عدم استقرار العراق سياسيا، وبالتالي عدم يعني حصول أي يعني تقدم إيجابي نحو سن مثل هذه القوانين. الحقيقة الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق تعمد إلى المماطلة، وتعمد وليست لديها أي غرض من تقلد المناصب إلا فقط مصالح شخصية، وإهمال تام لحالة المواطن العراقي وتحسين واقع حقوق الإنسان في العراق. طلب مجلس حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة بتعديل التشريعات في العراق لكي تتوافق مع المواثيق الدولية ومعايير حقوق الإنسان. إلى أي مدى يعد ذلك كشف أو فضح للحالة الحقوقية التي يمر بها العراق، والتي يؤكد المسؤولون في كل مرة أنها من أفضل الحالات والأوضاع في المنطقة؟ نعم بالتأكيد، يعني مناشدة الأمم المتحدة للعراق بتعديل القوانين وسن قوانين جديدة تتماشى مع المعايير الدولية هو كشف الحقيقة الوضع الحقوقي في العراق، والذي يعني يمر بمرحلة من أسوأ المراحل من ناحية عدم وجود قوانين يعني واضحة، عدم وجود تشريعات واضحة، عدم وجود تطوير في تطبيق هذه القوانين، استخدام هذه القوانين أيضا من أجل الانتقام من الآخرين، تطبيقها على البعض وعدم تطبيقها على البعض الآخر، مما يدل على أن هناك تمييز وعنصرية في تطبيق القوانين ضد كافة مكونات الشعب العراقي بين الجنسين أو بين مختلف طوائف الشعب العراقي. إضافة إلى ذلك فإن تكشف حقيقة عن وجود خلل واضح في الإجراءات القانونية منذ بداية يعني اعتقال المتهمين، كما هو معروف أن هناك وجود المخبر السري الذي يعني لا يعترف به في العالم، وانتزاع الاعترافات الذي اصبح يعني موضوع شائك في العراق، وتعتمده كافه المراكز الاحتجاز والسجون. شكرا جزيلا لك دكتوره فاطمه العاني، مستشاره المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، حدثتنا عبر الهاتف من لندن.